بسم الله الرحمن الرحيم يقول المولى سبحانه وتعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها مع الساعة وأحوالها وأهوالها. ورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها بكت يوما فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عائشة؟ فقالت يا رسول الله ذكرت النار فبكيت. انتبهوا أيها الإخوة والأخوات، أم المؤمنين عائشة تبكي، الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي. ما يبكيك يا عائشة؟ هل تبكي لأنها تحتاج الدنيا بزهوها بملابسها بقصورها بنعيمها؟ ما يبكيك يا عائشة؟ ما الذي أبكى أمنا رضي الله عنها؟ قالت يا رسول الله ذكرت النار فبكيت. أم المؤمنين تخشى النار، ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ هل هناك حظ خاص لنا نحن آل بيتك يا رسول الله؟ فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يجامل في الحق أبدا، قال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم إما أن يخف أو يثقل، وعند تطاير الصحف عندما يقول ها أم اقرأوا كتابيا، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أو من وراء ظهره، وعند الصراط عندما يوضع على ظهراني جهنم حتى يعلم إما أن ينجو أو لا. السيدة عائشة تسأل عن يوم القيامة وأهوالها وأحوالها، تبحث عن باب نجاتها وتتطلع إلى أن يكون لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينجيها من ذلك اليوم العظيم. لذلك أيها الإخوة الكرام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم تتطاير الصحف، والصحف تكتبها ملائكة لا ينسون ولا يخطئون ولا يفترون ولا يتعبون ولا ينامون، يكتبون كل دقيقة وجليلة، حتى إذا مات الإنسان طويت تلك الصحف ووضعت هناك في مكان تحت العرش، في مكان أمين مكين، حتى إذا كان يوم القيامة أمر الله سبحانه وتعالى بريح فتتطاير الصحف وتأتي كل صحيفة بيد صاحبها رغما عنه، إما باليمين وإما بالشمال وإما من وراء ظهره. هناك أيها الإخوة، هناك يكون الفرح الأعظم أو الشقاء، هناك تكون السعادة المثلى أو التعاسة. يوم يكون كتابه بيمينه عندها يقول ها أم اقرأوا كتابي، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وبشماله هناك يكون الأسى، وهناك يكون الحزن، وهناك يكون الخزي. لذلك لمثل هذا فليعمل العاملون. يوم الساعة هو يوم لا ريب فيه، لا ريب فيه، وهو يوم يأمر الله سبحانه وتعالى فيه الملك إسرافيل فينفخ في الصور فيصعق
من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، يبقى جزء فقط، إلا من شاء الله يسعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. وهنا في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بدا على محياه ملامح الحزن، بل الحزن الشديد، فسأل الصحابة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يحزنك؟ لماذا أنت لا تبتسم لا تضحك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم؟ كيف تريدوني أن أسعد؟ كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن إسرافيل وحنى جبهته وأصاغ سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ، ينتظر أن يؤمر فينفخ. هذا قبل 14 قرنا، وقبل 14 قرن قال الله عز وجل: اقتربت الساعة. قبل 14 قرن قال: اقتربت الساعة. لذلك الله عز وجل في ذلك الموقف يأمر إسرافيل فينفخ، فيصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. ثم يسأل الله عز وجل ملك الموت: يا ملك الموت، من بقي من خلقي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، يقول: يا رب، بقي جبريل وبقي ميكائيل وبقي إسرافيل. فيأمر الله عز وجل ملك الموت بقبضهم، ثم يسأله: يا ملك الموت، من بقي من خلقي؟ وهو أعلم سبحانه، يقول: يا رب، أنت الحي القيوم سبحانك، لم يبقى إلا عبدك الضعيف ملك الموت. فيأمره الله عز وجل فيقبض روح نفسه بنفسه، ثم يقول سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لأصحاب القصور، لأصحاب الملك، لأصحاب المزارع، لأصحاب الأموال، لمن الملك اليوم؟ وليس من مجيب، فيجيب سبحانه بنفسه ويقول: لله الواحد القهار. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، هو يوم أساسه العدل وأساسه الميزان. الله عز وجل ينصف العباد ويحكم لهم بما قدموا في دنياهم. لماذا نتكلم عن يوم الساعة أيها الإخوة وجزء بسيط من أحوالها وأهوالها، حتى نعد أنفسنا لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم احشرنا هناك مع نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، غير خزايا ولا نادمين.